السلام عليكم، هنتكلم دلوقتي عن الترانس فاتي اسيد. طيب ايه هي الترانس فاتي اسيد، وهل هي ناتشرال ولا سينثيتك، وايه البروبلمز اللي ممكن تسببها، وفي النهايه ازاي بعمل ديتكشن للترانس فاتي اسيد. طيب الفاتي اسيد عموما في منها تو تايبس، اما ان هي بتكون ساتوريتد فاتي اسيد، ودي يعني كل البوندز ما بين الكربون بتكون سنجل، او ان هي بتكون unsaturated fatty acid، وفي منها two types السيس فورم والترانس فورم، والترانس فورم اللي هو موضوعنا دلوقتي. يعني الترانس فاتي اسيد هي عبارة عن mono or poly unsaturated fats in which one or more of the double bond في الترانس configuration. طيب الترانس فاتي اسيد where and why؟ في عندي two source للترانس فاتي أسيد، إما إن هي بتكون naturally occurring في الفود product from ruminants أو artificially produced through hydrogenation of the vegetable oil. إيه هي الهيدروجينيشن دي؟ الهيدروجينيشن دي عبارة عن process that adds the hydrogen to liquid vegetable oil to make them more solid. طيب why؟ لأن الترانس fats give the food a desirable taste and texture، وكمان هي inexpensive، فكل دي advantage بتخليني اعمل hydrogenation للليكويد فيجيتابل اويل. طيب ايه الاكزامبل للفود اللي contain الترانس فات؟ في عندي الفرايد فودز عموما تحتوي على الترانس فات، وكمان البيكد جودز زي الكيكس وغيره. طيب المشكلة ان الترانس فود دي decreases the good cholesterol and increase the bad cholesterol levels. طيب ومن هنا عرفت ان الترانس فات دي ليه bad، لان هي ال excessive ingestion of the trans fat associated with elevated LDL اللي هو ال bad cholesterol او low density lipoprotein cholesterol، وده الريزلت بتاعته بتسبب لي هارت ديزيز زي الارتيريوسكليروزيس والاسكيميك هارت ديزيز. ازاي بعمل فايت اجينست الترانس؟ بدايه كده الورلد هيلث اورجانيزيشن والفود اند اجريكلتشر اورجانيزيشن هاز ريبورت ان 2003 ان الانتاج اوف الترانس فات شود بي ليس ذان 1% of the total calories في الفود، وعلشان كده بعض الـ European country control the content of the trans fat في الفود، وكمان في بعض الـ countries منعت الـ trans fat دي في الفود أصلا زي الـ United States وكندا وكوريا. ودي بعض الـ person النسب الطبيعية في بتاعت الـ trans fatty acid في الـ natural product دي. طيب ومن هنا كان لازم نعمل كوانتيفاي، بجانب ان انا بعمل كواليفاي مش بس بعمل كواليفيكيشن للترانس فات. طيب ازاي بعمل كواليفيكيشن او كوانتيفيكيشن؟ عرفنا في البدايه ان الترانس فات ليها سبيسيفيك ستراكشر اللي هي ان الدبل بوند السي دبل بوند سي بتكون في الترانس كونفيجوريشن، فانا بستخدم هنا تكنيك بتعرفني ان دي في الترانس كونفيجوريشن مش في السيس كونفيجوريشن، والتكنيك دي اللي هي الاي ار. الاي ار دي عباره عن تكنيك بتعرفني الاستراكشر بتاع الكومباوند. الفكره بتاعتها ان هي اولا هي بتعتمد على الاي ار راديشن اللي هي الانفراريد راديشن، تمام. طيب كل كومباوند بيعمل vibration specific vibration، ال vibration دي إما بتكون stretching أو bending، تمام. وزي ما قلت إن كل compound ليه specific vibration، أو كل functional group ليها specific vibration. فأنا لما بعمل بستخدم جهاز ال IR ده بيقول لي هل ال compound اللي عندي ده فيه trans configuration ولا cis، يعني هل ده فيه ترانس، يعني عرفت منه كده فيه هل هو ترانس فاتي اسيد ولا النوع التاني اللي هو cis.
طيب ده عن طريق ان هو الانفراريد راديشن بيحصلها absorption مثلا عند القيمة دي اللي هي 966، ودي بيظهر عندي هبيك بتمثل لي ايه الترانس فاتي اسيد، ان هنا في ترانس بوندز في المنطقة دي. طيب اما السيس بوندز بتكون عند 720. فانا كده عرفت قدرت نعمل كواليفيكيشن للفاتي اسيد اللي عندي. طيب ازاي نعمل كوانتيفيكيشن للفاتي اسيد؟ برضو عن طريق الاي ار، ان انا بعمل كيرف عند 966 اللي هي بتاعت الترانس فات، ومن خلالها نقدر نعرف الاماونت او الكونسنتريشن بتاع الترانس فات الموجودة في الفود دي، وبكده هنقدر نحدد هل الفود ده هيلثي او لا. في النهاية هنقول say no to trans fat، والسلام عليكم.